استخراج ديال الملح والتصدير ديالو والاستعمال ديالو كذلك بالنسبه للمستعملين المحليين كيتقدر ب 800 الف طن سنويا حتى المليون طن سنويا. رقم المعاملات يتراوح ما بين 150 حتى 200 مليون ديال الدرهم سنويا. كنعملوا مع 100 عامل ما بين مهندسين وتقنيين وعمال مستخدمين. جميع الاستثمارات فهي كتقوم بها الشركه لتحسين اداه الانتاج وكذلك تحسين المردوديه. المشروع اللي كان حنا بصدد الزياره ديالو هو مشروع ديال خلق تجاويف لتخزين الهيدروكربورات. هذا المشروع اللي غادي يساعد في المستقبل انه الدوله تحسن مستوى الطاقه الاستيعابيه ديال المخزون من الكربورات. المشروع ديالنا ديجا كيمكن له يؤهل 600 الف متر كوب ديال المخزون، وكيمكن له يدوبل او يتلت على حسب الاحتياجات. على المستوى الخارجي كنصدروا ما يناهز 700 الف طن لامريكا، كندا وكذلك دول اوروبيه. والملح اللي كيتصدر عبر الميناء ديال الدار البيضاء برينسيبالمون دونك، والميناء ديال المحمديه كذلك لبعض الدول الاوروبيه. رقم المعاملات ما يناهز واحد 100 120 مليون ديال الدرهم بالنسبه للتصدير.